بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي شابتر 2 في كورس السويل ميكانيكس أو ميكانيكا التربة الخاص بطلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد المستوى السابع. إن شاء الله شابتر 2 هيبقى ريفيجن على اللي انت خدته من خواص التربة الفيزيائية في خواص التربة وفي مقدمة الهندسة الجيوتقنية. أول بارت هنتكلم عليه اللي هي العلاقات الرئيسية اللي احنا عارفينها في السويل ميكانيكس. مبدئيا انت عارف ان التربة بتاعنا لو خدنا احنا جزء من السويل دوت، تلاحظ ان السويل عبارة عن حبيبات صلبة، ده عبارة عن سوليدز، وعندي كمان ما بينها فراغات فويدز. الفويدز دي ممكن تكون فيها مية وممكن تكون فيها ووتر، يعني يا اما ووتر يا اما مين اير، بس الشكل ده مش هنقدر ناخد الخواص بتاعت السويل. عشان كده عملوا حاجة اسمها 3 فيز سيستم، اللي هو ده 3 فيزز، يعني ليها 3 مكونات، السوليدز ووتر والاير، وابتدوا يحطوا الرموز اللي لازم سيادتك تكون عارفها عشان اي خواص بعد كده هتطلع من هذه الرموز. الحجم الكلي للعينة اسمه V، حجم الفراغات اسمها VV، حجم السوليد اسمها VS، ادي VS، حجم المية اسمها V ووتر، وحجم الهواء اسمه V اير. اما بالنسبة للاوزان، الوزن بتاع الاير هو مش صفر، هو مقارنة بالووتر وبين السوليد يعتبر قيمته قليلة، فبنعتبر احنا بصفر، ده اسمه W اير، وعندي W ووتر اللي هي وزن المية، وعندي W سوليدز اللي هي وزن السوليدز. لو جمعت وزن المية دي مع وزن السوليدز دي تديني الدبليو توتال بتاعت العينة. دي العلاقات الرئيسية زي ما اتفقنا. عندنا الاي اللي هي الفويد ريشيو، عبارة عن الفي فويد على الفي سوليدز، يعني حجم حجم الفراغات على حجم الاي السوليدز. اما بالنسبة للان اللي هي بيسموها البروزيتي او المسامية، دي عبارة عن الفي فويد بس على الفي توتال، تضرب في 100 عشان تطلع لي في الاخر نسبة ايه مئوية. في علاقة مهمة جدا ما بين الاثنين، ان الاي بتساوي ان على واحد ناقص ان، اسف، الاي بتساوي ان على واحد ناقص ان مظبوط، او الان بتساوي اي على واحد زائد اي. طيب في بقى عندنا الاير كونتنت اللي هي الفي اير على الفي فويد، وفي برسنتج اوف اير فويدز اللي اسمها ان اير، هي الفي اير برضك بس على الفي توتال وليست الفي فويدز. طيب نيجي برضك خاصية مهمة جدا اللي هي degree of saturation او درجة تشبع التربة، دي عبارة عن V water على ال V void، يعني حجم المية على حجم الايه الفراغات، وبتضرب في 100 عشان تطلع لي نسبة مئوية. اما بقى من اهم العلاقات او التعريف اللي انت لازم تعرفها اللي هي GS او specific gravity. هو اصلا تعريف specific gravity ايه؟ هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن وزن حجم معين من الحبيبات الصلبة بتاعت السويل، فاهمني ازاي؟ بالنسبة لحجم او وزن نفس الحجم بس من المية. فهو عبارة عن الدبليو سوليدز على الفي سوليدز على في مين؟ في جاما ايه ووتر. وجاما ووتر دي زي ما احنا عارفين ان هي بتساوي واحد، بس واحد ايه؟ لازم تقول لي واحد مثلا طن على المتر الايه المكعب، او ايه، او 9.81 كيلو نيوتن على المتر المكعب، او 62.4 باوند بير كيو فيت. طيب بنجيبها ازاي جي اس في المعمل؟ بنجيبها عن طريق حاجه اسمها البيكنوميتر اللي هو الجهاز دوت، واحنا ان شاء الله هنبقى اعمل لك فيديو نشرح فيه بسرعه التجربه ازاي نطلع الجي اس بتاعت التربه. كده احنا خلصنا الجزء الاول من العلاقات، وان شاء الله نكمل في الجزء الثاني.